مرحبا، اليوم بدي اشرح بس تفعيل واتساب على رقم وهمي امريكي. طبعا البرنامج بيفعل كل شيء غير الواتساب، فايبر او راح نستخدم الواتساب كمثال. البرنامج هو تكست فري، هذا الموقع تبعه. طبعا البرنامج بعض البلدان راح يكون غير متوفر، راح ارفع لكم رابط خارجي. حلو، مثل ما شايفين هذا العنصر غير متاح في بلدك. نبلش بطريقة التثبيت، بعد ما ثبتنا وخلصنا راح تفتح لك اول شيء هيك نافذة سينج اب التسجيل. هون بنحط كود الولاية، راح اترك لكم الكودات طبعا تحت بالوصف اللي شغالين حاليا. انا بشتغل على هذا الكود 778. نختار الرقم مثلا، اي رقم بدك يعجبك. ما عجبك الرقم فيك ترجع تمسح الكود، ترجع تحط نفس الكود او غير كود. نختار هذا الكود، هذا الرقم، ونروح على الواتساب نجربه اول شيء اذا شغال ولا لا. موافقة طبعا، انا بلبنان. بدنا نمسح اول شيء الدولة ونحط امريكا، نحط هون كود الولايات المتحدة، هون الرقم الامريكي هيك بعتقد. نرجع ناخذ الرقم 724 3 73 73. نشوف الرقم اذا محظور ولا لا اول شيء بالواتساب. طبعا مثل ما شفتوا الرقم شغال، بس ما راح نكمل عملية التفعيل بالواتس، لا نكمل عملية التسجيل بالبرنامج تبع التكست فري. احنا اخترنا الرقم، كل ما علينا ننزل لتحت ونكبس select this number، بعدين على confirm. بيجينا محل النافذة هاي، طبعا هو راح يطلب منك الايميل باسورد والعمر، تختار الجنس ذكر او انثى. اي ايميل مش المهم، ايميلك الرئيسي اي ايميل فيك تسجل فيه، حتى ان كان وهمي عادي لانه ما في اي حي بالباسورد. انا راح احط العمر اكيد فوق ال 18، تختار الجنس ذكر او انثى. نكمل عملية التسجيل، نكبس على سينج اب، بعدين اكسس. هيك تمام. فينا نعمل كوبي للرقم من هون. هلا نرجع على الواتساب. نعطي كم، استنى ثواني. شفتوا هاي الرسالة؟ عادي. نكبس تم. الآن راح نكبس اتصل بي، راح يتصل علينا على البرنامج وناخذ الكود ونحطه هون اتصال ونرد على الاتصال. اتصل بي، اعطاني دقيقتين، هو راح يتصل خلال هالدقيقتين راح يجينا الاتصال. مثل ما شايفين رد على الاتصال، رمز التحقيق يا هو 9 0 9 7 8 8. مبروك عليكم، هيك تم التفعيل. طبعا خلص انا عم بسمع ودني، ما بعرف اذا انتم سامعاني. انت كول، وهيك تفاعل معنا الواتساب. طبعا ما هي الرسالة لتحديث شروط واتساب، ما لنا فيها، بتختار الاسم وبتكمل. طبعا في عنا برامج تانية راح نزلكم شرح عليها، اللي هي السايد لاين والبريمو. طريقة
التفعيل وتشتغل عليها كمان نفس الشيء، بس هذا أسهل شيء للشغل، وإن شاء الله يكون الشرح سهل. عيد الفيديو مرة ومرتين لتعرف. إذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك وباي.